الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن ما يجب علينا أن نتمسك به من بعده، أي من بعد فراقه لنا بانتقاله إلى جوار ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وأخرجه البزار وغيره. إذن من فرق بين الكتاب والسنة فهو ممن بدل دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لن يتفرق عن الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض، لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وجاء في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والحديث أيضا صححه الألباني في صحيح الجامع. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالاستمساك بكتاب الله العزيز وبسنته المطهرة الصحيحة صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصانا كذلك بالاستمساك بكتاب الله أيضا في الحديث الثاني، وبعترة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فإذن التمسك بالكتاب والسنة وبحب آل البيت هو مما أوصانا الله ورسوله به، أوصانا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من يزعم أنه من آل البيت وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعرض عن سنته، فهو ليس من أهل البيت الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم وبالتمسك بهديهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصانا بالتمسك بحب أهل البيت وباتباع أهل البيت، كذلك أوصانا بالتمسك بالكتاب والسنة النبوية الشريفة المطهرة. فإن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس باتباع سنته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تجد واحدا منهم مهديا يأمرك بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهاك عنها، محال. ومن زعم أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عن سنته فهو ليس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ليس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. فمن بطأ به نسبه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزهد فيها هو ممن
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدفعون عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. لأذودن يعني لأدفعن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حوضه ليشربوا منه فيدفعهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا هديه وسنته. وأما الحديث الذي يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، معك يوم القيامة عصا من الجنة تذود بها الناس عن حوضي، فالحديث لا يصح. وقد قال الذهبي فيه في تلخيص العلل المتناهية: فيه سلام ابن سليمان المدائني متروك بمرة، وفيه زيد قد ضعف. ولكن ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض الناس الذين يدفعون عن حوضه، يقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأي تبديل بعد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإعراض عنها؟ وإذن فحب كتاب الله تبارك وتعالى واتباعه وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، وحب آل البيت واتباع هديهم والاقتداء بهم ممن اهتدوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جميعا مما أوصانا به سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسناً وحسيناً وفاطمة بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في بطرقه وشواهده في تخريج سير أعلام النبلاء، وصححه الألباني في صحيح الترمذي بلفظ آخر، حيث زاد فيه عليا رضي الله عنه. ونص الحديث هو عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة، زاد في هذا الحديث عليا عن الحديث الذي أوردناه آنفا، ثم قال جلل، إذن قالت: جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. والحديث كما قلنا صححه الألباني في صحيح الترمذي. ويستفاد من هذين الحديثين أولا بأن آل البيت ليسوا معصومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذهب عنهم الرجس، ولو كانوا معصومين لما قال أذهب، بل قال: هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا، كما يزعم البعض من الغلاة في آل البيت بغيره. ولا بد أن ندرك ها هنا مسألة هامة، وهي أننا لا نشك في أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وأن فاطمة وعليا رضي الله عنهما هم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خاصته، ولكن هذا لا يعني
بأن أمهات المؤمنين لسنا من آل البيت، لا يعني بحال، ومن خالف في ذلك فهو يخالف نص السياق القرآني. اسمعوا إلى الآيات التي جاءت في ذلك في سورة الأحزاب. يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الآيات في سورة الأحزاب من كتاب الله العزيز، يقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآيات كلها، سياق الآيات كلها عن أمهات المؤمنين أصلا. الخطاب القرآني هنا، الله تبارك وتعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهن: لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يوصيهن كيف يتصرفن وكيف يتكلمن رضي الله عنهن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه الوصايا كلها لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله تبارك وتعالى يخاطب أمهات المؤمنين أصلا في الآيات. لا ذكر لبنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لصهره ولا لأحفاده. السياق القرآني هنا لأمهات المؤمنين، هن من خوطبن في تلك الآيات. لا يخالف في هذا أحد يفهم ذرة من لغة العرب أبدا، لا يمكن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح، أمهات المؤمنين هن من أهل البيت، وهن من خوطبنا أساسا في هذه الآيات، هن المقصودات. طيب، الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وعليا وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. أتسمعون؟ خاصتي. هذه الكلمة تميز المراد من الحديث. الحديث لم ينفي أو لم يقصر آل البيت على هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما أراد أن يبين أنهم خاصة أهل البيت. الحسن والحسين رضي الله عنهما أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه صهره وابن عمه رضي الله عنهم ومن السابقين المقربين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. واضح كلام، هذا لا تعارض بين الآيات وما فهمناه من سياقها وبين نص الحديث الصحيح الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. طيب، هناك حديث الذي ذكرناه أيضا عن أم سلمة، الذي قالت أم سلمة فيه: وأنا معهم يا رسول الله، قال: إنك لا خير، فلعل أحدا أن يقول: يا أخي كيف تقول بأن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنها ليست منهم. ونقول له ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم هؤلاء أهل بيتي، بل قال أهل بيتي وخاصتي، فهو يعني بأنها ليست من خاصة أهل البيت الذين جللهم بالكساء
وذكر هذا الحديث فيهم. ويدل على هذا الفهم حديث آخر ترويه زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهم وهي ابنة أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فدخل عليها الحسن والحسين وفاطمة، فجعل الحسن في من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره، وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أجلس الحسن على جانب وأجلس الحسين على جانب وأجلس فاطمة في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وقرأ الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فتقول زينب ابنة أم سلمة، تقول وأنا وأم سلمة جالستين فبكت أم سلمة فنظر إليها فقال ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله خصصت هؤلاء وتركتني أنا وابنتي، فقال أنت وابنتك من أهل البيت، أنت وابنتك من أهل البيت، ليس من خاصة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى ذلك لما سألته في الحديث الأول، ولكنها لما بكت قالت خصصتهم وتركتني أنا وابنتي، قال أنت وابنتك من أهل البيت. والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام هذا حديث جيد السند. وإذن بذلك تنجلي الصورة حول مسألة أهل البيت ومن هم، ومن هم خاصة أهل البيت، وماذا أراد الله تبارك وتعالى بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ إذا كان الأصل التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فما فائدة هنا هذا الحديث؟ ما المقصود؟ والمقصود سئل عنه علي رضي الله عنه في حديث البخاري، سأله وهب ابن عبد الله أبو جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وهذا ما تميز به بعض نجباء أهل البيت كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن علي رضي الله عنه، كان حلال المعضلات رضي الله عنه، وكان فقيها وكان أعلم الناس في زمانه وفي خلافته بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام الحق لا ريب. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من نجباء أهل البيت ومن علماء الإسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين، والحديث متفق عليه. وفي زيادة قال وعلمه التأويل التفسير، تفسير القرآن، وهو مفسر الإسلام
لم يفسر لم يف... وهو مفسر القرآن، مفسر الإسلام الأول للقرآن الكريم، فلم يفسر القرآن الكريم أحد مثله رضي الله عنه وعن أبيه. وهذه الزيادة وعلمه التأويل، قال الأرنؤوط في مسند أحمد إنها على شرط مسلم. فإذا للصالحين والعلماء من أهل البيت فهم في دين الله، هذا لا شك فيه، وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زاخرة بأحاديثهم وبآثارهم وبفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم حب آل البيت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبغض أحد مسلم أحدا من أهل البيت أبدا. كان هذا فيما مضى في بعض خلافة بني أمية لأمور سياسية كانت بين آل البيت وبين بني أمية، وقد زال ذلك بزوال ملك بني أمية. كانوا يسمون بالناصبة الذين يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، والحمد لله أنه لم يبقى أحد منهم. فيا إخواننا من الشيعة، اعلموا بأن أكذوبة بغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت، ليس لها وجود اليوم أبدا. لن تجدوا مسلما واحدا، لن تجدوا مسلما واحدا يبغض آل البيت أبدا. أن له أن يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته، كيف يبغض أحدا حفيدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم كيف يبغض ابنته أو ابن عمه وصهره؟ كيف يسوغ؟ كما لا يسوغ أن نبغض أحدا من أزواجه صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، فإنهن من أهل البيت كما بينت لكم من سياق الآيات الكريمات من سورة الأحزاب. لا يسوغ أن نبغض أحدا من أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم، فكيف يبغض مسلم أمة؟ أيسوغ ذلك؟ أيعقل هذا؟ فبدعة الناصبة أو بغض آل البيت قد انتهت بلا رجعة بفضل الله تعالى، وكلنا كمسلمين نحب آل البيت ونحب أهل البيت النبوي الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب دينه فمن يحب أصحابه. فتبغض واحدا من الناس صحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وذاد عنه وقاتل دونه وبذل دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون دينه ورسالته دمه وعرضه وماله، كيف يسوغ هذا؟ أتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبغض أصحابه؟ هذا لا يعقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا، والمد ملء الكفين. يعني لو أنت قدر لك أن تملك جبلا من ذهب تنفقه في سبيل الله، ويملك واحد من الصحابة كفا ملء كفيه أو ملء كف في سبيل الله، فلن يسبق ذهبك الجبل من ذهبك ما أنفقه كف الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر
إخوتي في الله، أمر هين، فإننا أمة واحدة، لن تجد مسلماً صادقاً يبغض أحداً من أهل البيت أبداً، كما لن تجد مسلماً صادقاً يبغض أحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبغض أحداً من أمهات المؤمنين، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً له، أفنكرهها نحن؟ وارتضى صحبة أولئك القوم رضي الله عنهم سيدنا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنسبهم نحن؟ هكذا هو الحق إن شاء الله من كتاب الله الحكيم ومن سنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.